السلام عليكم ورحمة الله. إذا بغينا نعرف معنى العبث في المباني، لاحظوا عندنا رقم واحد، عندنا جسر مقلوب في هذا الارتداد غير موجود، كما هو في الارتدادات الثانية، والوارش هنا أيضا غير موجود، وبدأوا أعمال التشطيب ولكن النقطة رقم اثنين هي الطبانة هنا. شوفوا طول الجدار وما في أي شمعة، تقريبا 11 متر بدون أي طبانة وبدون أي شمعة. النقطة رقم ثلاثة، لاحظوا العتب، لا مانع أن يكون العتب جاهز إذا نفذ بشكل صحيح سواء في الموقع أو خارج الموقع، لكن أن تكون العتبة بهذا السماكة 10 سنتي والشفة في جهة 3 سنتي والشفة في الجهة الثانية 5 سنتي، هذا اسمه عبث.